مرحبا أصدقائي، إحنا اليوم بباريس، راح ألتقيكم بمسرح الأولمبيا مع السوبر ستار راغب علامة. هذا الحفل كان حلم من أحلام حياتي وحلم حلم كل فنان يوقف على خشبة هذا المسرح، حققته الحمد لله والشكر. اليوم وعلى أرض الأولمبيا من باريس نلتقيكم بالنجم العراقي همام. تروح جرب غيري حتى تعرف غيري، مرحبا بك باريس. شكرا. يلا روح تسويا طلعوا من تفكيري. والله احنا احساسنا جميل اليوم، مسؤولية كبيرة صحيح، بس بفضل الشباب راح يكونون ساندين ظهري ان شاء الله يا رب. الفرقة حلوة جميلة جدا، شباب كلهم اساتذة. صار مالي حظ فيهم وانا من قلبي يديهم، يا خسارة يا خسارة باعوا اللي يشتريهم. اسعدنا بوجودك همام، فنان كبير همام. جميل جدا، متشرفين بوجودك، ان شاء الله نشوفك دائما بحفلاتنا. شكرا جزيلا، شكرا لك صفاء، شكرا انه خليتيني اشارك بهذا المسرح الكبير، شكرا لصفاء طبعا. شكرا لك، شكرا.